تخاف من الزلازل؟ ذاك اليوم بسوريا احنا ايه وصار الزلزال مال سوريا. تخيل الفندق كله طلعوا. ايه الغرفة اللي بيها احنا بيها انا وسيد رفعت صافي وعلي زورة تحياتي لهم. ايه الغرفة الوحيدة اللي ما طلعت احنا. ايه اكو واحد سولفوا لي عليه من جيب اسمه عنده قصيدة ثورية كبيرة قالوا لي انا لابس البجامة تك وتك. اي والله احنا ما طلعنا. ايه الويد قالوا نطلع قلت لهم عمي هي اذا الله كاتب لك تموت تطلع تموت تبقى هناك ورفعت نوم ثقيل احنا بالطابق الارض رفعت قال بس زين احنا يعني ما نوقع اذا وقع الفندق قلت له غير يوقع علينا يلا لا هو قعدنا رفعت اي ايش عجب نوم ثقيل ما ادري قعدنا قال زلزال عبالي الشاقه اي شفتوه هيك تسوي حجوا هناك بسوريا مو يعني انتم هنا صارت اكو هزه بس احنا لا قريبين عليها بقت تقريبا دقائق هيك الله الله يستر شنو جبالك اول شعور تخيلت من جبالك والله بقينا نصيح يا علي تريد صدق والله العلي العظيم اي كفو هاي الكلمه اكثر شيء اجت ببالنا يعني يا علي اسم علي بن ابي طالب سلام الله عليك يا علي.